دراعك مكسور يا ابني؟ يعني هيكون الجبس نازل موضة يا باشا؟ ده انتوا كلكم بقى هنا دمكم خفيف وعايزين تهزروا. يعني جميلة دي ولا كولانا؟ في اسمك ايه؟ بلال كلابولا يا باشا، ودي كبيرة يا كبير. اظبط نفسك بدل ما اكسر لك التانية ويبقى ستايل. امشي يا محجوز، امشي يا جدع. حاسب ده امشي. بقول لك يا صاحبي، ما تدخلش حد تاني. بص اكتب على الحجز من بره كامل العدد زي السيما كده. يعني انت هتسكت يلا ولا ابعت اجيب المخبرين يروقوك؟ طب ما تجيب واحده شغليته من بقك. يا ابن يا جدع فكك منه، ده عبد المأمور ملوش في حاجه يعني. والبرنس جاي في ايه؟ ليه؟ استنى ما تقولش، انت بالتكبيسه دي جاي في عركه ومعمول معاك الكاتاناتشو. لا يا خفيف، لا عركه ولا كاماتشو. كاماتشو ايه؟ انت مالكش في الكره؟ ماليش. ولا المصارعه؟ يا جدع دراعي مكسور. امال جاي في ايه انجز؟ ممسوك ببيسا. بيسا؟ وكنت بتبيس ولا بتبيع؟ لا غاوي. والله العظيم من ساعه ما شفتك وانا قلت انك غشيم. محسوبك نشل وعمهم سرقة. طب والغالي؟ لا الغالي ده من ساعة ما شرف ما نطقش بولا كلمة، تحس انه مسكوه علشان ما بيتكلمش.